مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي طلاب الصف الثاني عشر لمادة الأدبي العلوم العامة ووحدة التكنولوجيا الحيوية والكائنات الحية المعدلة وراثيا، ودرس هل تمارين على الوحدة الثامنة، ومدرسكم أحمد بشير في مدارسكم مجمع مدارس الأندلس الإعدادية الثانوية الخاصة للبنين. السؤال الأول، عزيز الطالب، ما هو أقدم شكل من أشكال الهندسة الوراثية؟ أحسن، إنها التهجين الانتقائي. السؤال الثاني، ما هو التركيب الموجود في البكتيريا والمستخدم في إنتاج الدي إن إيه المعاد التركيب؟ بلازميد، الثغور، الأنزيمات، المؤشرات الحيوية. أحسن، إنه البلازميد. السؤال الثالث، فيما يختلف RDNA عن DNA؟ إذن RDNA هو DNA معاد التركيب، بحيث يتم تكوين RDNA من نوعين مختلفين، الDNA الأصلي والDNA المراد تعديله، ويندمجان ويصبح RDNA معاد التركيب. خمسة، لماذا يعد الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بمرض الهيموفيليا وهو مرض نزيف الدم؟ بحيث، أحسنت عزيز الطالب، الرجال لديهم كروموسوم X واحد فقط، حيث أنه يحمل على كروموسوم X المتنحي، والرجال لديهم كروموسوم X واحد، لكن النساء لديهم كروموسومان X، ويجب أن يكون الكروموسومين مصابين ليظهر هذا المرض، وهو يظهر على كروموسوم X المتنحي. اختبر نفسك، أي من العمليات الآتية ليس ضمن تقنية الهندسة الوراثية؟ إذن ليس من ضمن التقنية، وهو بإزالة البلازميدات من البكتيريا لملاحظة كيفية استجابة البكتيريا لبيئات مختلفة. سؤال، أدرس الأشكال الآتية ثم أجب عن الأسئلة أدناه، هذا جزء من DNA وهذا جزء من DNA وهذا جزء DNA مركب، أي التراكيب أعلى يمثل جزيء DNA معاد التركيب؟ لاحظ عزيز الطالب أنه Y، حيث تم دمج الجزئين مع بعضهما لإنتاج DNA معاد التركيب. اذكر أحد المشكلات التي تواجه تكوين DNA معاد التركيب. واحد، تحديد مكان إجراء التغير في DNA بدقة متناهية. اثنين، قطع DNA في المكان الصحيح وترك الأطراف مفتوحة للارتباط بقطعة DNA الجديدة. ثلاث، إيجاد طريقة صحيحة لربط DNA الجديد بالحمض الأصلي في المكان الصحيح. سؤال 14 صفحة 140، أي جزء من البكتيريا يسمح لها بتبادل مقاومة المضادات الحيوية؟ أحسن، إنه البلازميد. سؤال، اذكر التحديات الرئيسية للتطبيق الناجح للهندسة الوراثية. واحد، يجب أن يدخل DNA معاد التركيب إلى النواة الخلية المضيفة حقيقية النواة ليظهر تأثير الجينات الجديدة. اثنين، يجب التعبير عن DNA معاد التركيب كي يظهر تأثير الجينات الجديدة أو المعدلة، ولا بد من إيجاد وسائل لضمان هذا التعبير. لماذا أثار إدخال الطماطم الاهتمام العالمي في 1994؟ إذن بسبب مشكلات في التسويق والشحن. سؤال 37 و38 صفحة 141، ما المقصود بعملية النتح؟ إذن
النكح هو خروج الماء من النبات على شكل بخار ماء من خلال الأوراق والصيحان والزهور. كيف تتم الهندسة الحيوية للنباتات لتستخدم كميات أقل من الماء؟ وذلك صممت المحاصيل المعدلة وراثياً لدمج الجينات المسؤولة عن استجابة الكام للسماح للمحاصيل التي تنتج كمية كبيرة من الماء بالنمو في الظروف الجافة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلتقي مع درس جديد بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.